لتعز قصة مع التوراة، فلا يمضي يوم في هذه الأجواء الفبراجيرية البهية إلا وتستعيد ألقها. ولأنها مدينة النضال والانطلاقة الأولى ضد النظام الرئيسي المخلوع، كان لابد من الاحتفاء بالذكرى الثامنة لثورة فبراير كما يستحق وكما تريدها المكونات الثورية. هنا احتفائية من نوع آخر يقيمها مجلس شباب الثورة في إطار الفعاليات المتنوعة التي يبدع فيها شباب المدينة الثائر. نقيم اليوم في مجلس شباب الثورة الشعبية السلمية احتفال بالذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير، ونؤكد من هنا أننا لازلنا مستمرين بالنضال حتى تحقيق جميع أهدافنا وبناء اليمن الاتحادي الجديد. نحن اليوم في 2019، الذكرى الثامنة لفبراير المجيد هو امتداد لثورة 48 وإلى اليوم، وخرج الشباب وخرج الشعب اليمني في 11 فبراير ضد الاستبداد والظلم والقهر. احتفائية جماهيرية تعيد المدينة إلى مطلع الثورة، حيث هذه الفعاليات التي تخللتها فقرات غنائية وفنية متنوعة، بالإضافة إلى العروض المسرحية الهادفة التي جسدت الثورة وواقعها المعاش منذ 2011، إذ تأتي هذه التظاهرات الجماهيرية تأكيدا لأبناء تعز على استكمال تحقيق أهداف الثورة والانتصار للجمهورية. هذه الاحتفالات تؤكد أن الثوار مستمرون في ثورتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي الجديد. شباب الربيع اليمني الذين خرجوا من هنا من تعز في أول احتجاج ضد النظام المخلوع ودفعوا حياتهم ثمنا لإيمانهم بالثورة ومبادئها وقيمها، كان لهم الدور الأسبق في انطلاق شرارة الثورة التي توهجت في باقي محافظات الجمهورية. وها هم رفاق ساحة الحرية، رفاق نضال، يجددون العهد هنا للمضي في نهج الثورة حتى يسقط الانقلاب وتعود الدولة. في تعز تتوالى الاحتفالات بعيد 11 من فبراير في ذكراه الثامنة، لتجسد قصة النضال الطويل لهذه المدينة التي لا تعرف الهدوء. وما مجلس شباب الثورة اليوم إلا صفحة من كتاب التاريخ الناصع الذي سيدرس للأجيال القادمة عن مشاعل شباب التغيير الذين غيروا مجرى التاريخ اليمني في العصر الحديث. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.